احذر هذه الأشياء فهي تقتل الذكاء. هذا هو عنوان مقال في أحد المواقع الألمانية يتكلم عن الأشياء التي تقتل الذكاء. بعد مجموعة من الدراسات والبحوث وجدوا أن أكثر شيء يسبب تلف لذكاء الإنسان هو الضغط العصبي عندما يتعرض لضغط. فيقولون أن أكثر شيء يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وعدم قدرة الإنسان على التذكر والذكاء هو الضغط العصبي وعدم معرفة التعامل معه. جمعية ألمانية أجرت دراسة على لغة الأرقام وذاكرة الأرقام، فوجدوا أن فيها تراجع كبير بينها الآن وقبل 20 سنة. الكسل يعتبر من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى فقد الذاكرة وعدم التذكر وقلة الذكاء. العمل الروتيني اللي ما فيه تجديد ولا إبداع ولا تغيير، يعني عمل مستمر بنفس الآلية، هذا يسبب لك مشكلة في الذكاء والذاكرة. والسؤال المهم هنا، كيف إني أحافظ على ذاكرتي وذكائي أطول فترة ممكنة؟ في عدة أشياء تساعدك على أن تكون أكثر ذكاءً. الأكل الجيد وخصوصا الفطور، تقول الدراسات أن الفطور من أكبر الأشياء التي تنمي الذكاء والعقل وتدفع الإنسان للتقدم. الرياضة جدا مهمة، وخصوصا يقولون 20 دقيقة مرتين في الأسبوع، هذا في أقل المعدلات التي تكون الأفضل طبعا. تغيير الروتين في الحياة وتغيير الروتين كذلك في العمل، ومحاولة ومواجهة الصعوبات والتحديات، يعني تكون أنت سباق لها. حاول أنك تحفظ بعض الأشياء مثل بعض الأرقام، بعض القصائد الشعرية، وأهم شيء حفظ القرآن، هذا ينمي عندك الذاكرة ويجعل فيه بركة. ابتعد عن أي شيء يسبب لك ضغط عصبي سواء في البيت أو العمل، حاول أنك تهدأ، والأشياء المشاكل اللي تقابلها اعتبرها تحديات وليست ضغوط للحياة. السلام عليكم. في شابين من بريطانيا كان عنوان دراستهم لماذا نغلق أعيننا عندما نقبل. قبل هذا خلني أذكر لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فدخل أعرابي وقال له: أتقبلون صبيانكم؟ قال الأعرابي: فإن لي 10 من الولد ما قبلتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ الأعرابي هذا هو الأقرع بن حابس. الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، والحسن رضي الله عنه كان معروف بالعبادة والزهد، ويذكرون أنه تزوج 70 امرأة. أما الدراسة فحاولوا اكتشاف لماذا الناس تغلق عينها عندما تقبل، فأتوا بجهاز يحدد لك أشكال الأحرف عن طريق اهتزاز في اليد. فوجدوا أنهم عندما يجربون على الناس هذه التجربة وهم فاتحي عينهم، إجاباتهم تكون مية دقيقة، لكن عندما يغلقون عينهم يكون الإحساس عندهم عالي. فعندما تغلق العين يكون معدل الإحساس أعلى في الجسد، فالناس تغلق عينها حتى يكون الإحساس في أعلى درجاته. وربما أن هذه قاعدة في جميع الأشياء، عندما توقف حاستين فإن الحاسة الثالثة تكون أعلى في أعلى مستوياتها، يعني لما توقف السمع والبصر يكون الحس أعلى. وكذلك عندما تغلق الأضواء فإنك توقف حاسة السمع وحاسة البصر، ويبقى عندك شغال حاسة الحس فقط. ومن الحقائق اللي وجدت في هذا الموضوع أن فيه رجل وامرأته التايلندية استمروا في قبلة واحدة أكثر من 58 ساعة. تعتبر ألمانيا في المركز الثاني في القبلات بمعدل 4 قبلات يوميا، أما المركز الأول فهم السويد بمعدل 7 قبلات يوميا. أطلقوا على هذا العلم الفيليما تولوغي، وهو ترجمته بالعربي علم اكتشاف القبل، هذا ترجمته بالعربي. القبلة الواحدة الطبيعية تحرق 6.4 سعرة حرارية في الدقيقة الواحدة. في مدينة ميريلاند الأمريكية ممنوع التقبيل في الأماكن العامة ويعتبر جريمة، ويوم الأحد في مدينة ميشيغان التقبيل يوم الأحد ممنوع. في اليابان لا يقبلون، ممنوع التقبيل عندهم إلا عند ممارسة الحب. أما في بريطانيا في أحد المحطات فقد منع التقبيل لأنه يؤخر القطارات عن الانطلاق. أثبت الدراسات أن التقبيل يزيد من مناعة الإنسان ويجعله أكثر شباب وأكثر حيوية لفترة أطول من الزمن. على المبتعثين أن يحذروا، لأن في بعض الدول تمنع تقبيل الأطفال ويعتبرونه تحرش بالأطفال، فيجب أن ينتبهوا ويحذروا من الشيء هذا. تعتبر القبلة الخليجية اللي على الخشم ثاني أشهر قبلة وأغرب قبلة في العالم بعد قبلة سقوط جدار برلين في ألمانيا.